أول شيء أنا ما أدري يعني شنو موضوع إن شمس كل ما تقلد لازم ريال هو اللي يقلدها. يعني أول شيء قلدها ناصر البلوشي والحين حسن البلام. أنا ما أدري شنو السر إن مرة قاعد يقلدها ريال كل مرة، بس هو مو هذا نظرية الاستهبال. طبعا إحنا كلنا نعرف إن واي فاي متصور في الكويت، أوكي، وين مواقع تصويره؟ أعتقد هذا المشهد مخالفة لقانون أقر مجلس الأمة من عدة سنوات بأن ممنوع منعا باتا تقليد أو التشبه بالنساء في الأعمال الفنية. على هالأساس توقف كثيرين عن تقليد النساء، منهم عبد الناصر درويش و و و و و و قبل ما أدش في الموضوع بس أنا بصلح شغلة، إن حلفت عمري حق أخونا الكاتب عبد العزيز حشاش وأنا قلت إيمان السلطان، إيمان يعني فكل التحية حق أخونا عبد العزيز حشاش. بالنسبة حق المشهد هذا، طبعا أنا أحيي أخوي حسن بلام على الأداء الجميل الراقي الحلو يعني صراحة، واللي للأمانة يعني أبهرنا فيه، وهذه من يعني حسن البلام من الناس الفنانين اللي للأمانة يعني يعتبر من الكوميديان اللي عندنا في الكويت يعني، ونوجه له تحية على هذا التقليد الجميل حق